بسم الله الرحمن الرحيم. يحضر معنا الأخ محمد صالحي من أبناء هذه المدينة. سيدي الكريم، طلبة ثانوية الشهيد مصطفى بن بولعيد، والراجلين الذين يأتون من حي القدس إلى مسعد على أقدامهم كانوا يعانون من ضيق، أولا جسر مسعد المعروف، والضيق وعدم وجود أماكن للراجلين بالجسر. الآن أنت تبشرنا بشرى سارة بأن قضية الممر الراجلين قد منحته الدولة الجزائرية لبلدية مسعد. كيفاش كانت الفكرة وكيفاش سعيتوا فيها حتى تحقق هذا المشروع؟ بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. فيما يخص ممر الراجلين، هي قبل رمضان مدة تاع شهرين عدت مرات كنت نروح للعاصمة، عندي علاقات في وزارة الأشغال العمومية، وقبل رمضان تلاقيت برئيس البلدية العياشي وهضرنا، ناقشنا فيما يخص طريق هذا الممر تاع الراجلين، وفي طريق اللي يربط ما بين الجسر تاع الشعبة والجسر تاع طريق سلمانة القاهرة، كما يسموه الكورنيش. اي ما لا تمينا نهضروا، بعد ابو قلت له يا الرئيس انا راه نقدر نعاونك في هذا ممر الراجلين والكورنيش هذا اللي يربط ما بين الجسر تاع الشعبه والجسر تاع سعيفي. درنا دراسه فيما يخص ممر الراجلين تقريبا 3 ملاير، ودرنا ليتي دراسه اخرى ثانيه على طريق الكورنيش هذه، فيها مسافه حوالي تقريبا 2.5 كيلومتر. كان ثاني الغلاف المالي تاعها 6 ملاير تقريبا و700، وبعد قبل رمضان مدة أسبوعين أنا ورئيس البلدية الشيخ العياشي رحنا للعاصمة لوزارة الأشغال العمومية، واتصلنا بالأمين العام صديقي، وسجلنا دينا ليتيد الدراسة تاع ممر الراجلين والدراسة تاع الكورنيش، وقعدنا مدة. وأنا بحكم دائما في العاصمة، دائما في الوزارة، دائما اتصل بسيد الأمين العام، عندي جماعة ربي يبارك فيهم الوزارة. واليوم بشرى اليوم المدير تاع الأشغال العمومية تاع الجلفة وعيطوا لي جماعة من الجزائر بلي العملية راه مسجلوا ودراهم راهي جات، ومنا على مدة باهي يخدموا لي كاي تشارج إن شاء الله ويلونسوا. بالنسبة للمعاناة تاع الطلبة وتاع سكان مدينة مسعد وسكان حي القدس، على مدة احتمال على 3 أشهر أو 4 أشهر إن شاء الله يكون هذا الجسر إن شاء الله، ممر الراجلين هذا يكون إن شاء الله في طور الإنجاز إن شاء الله. هذا المبلغ الإجمالي تاع العمليتين قد إيه؟ المبلغ الإجمالي تقريبا 10.5 ملايير، وثاني كاين طريق ثاني عموره فايض البطمة هنا. بالنسبة للعملية الآن نعتبروها المبلغ نتاعها راه وصل نعم، وبقى دروك قضيه مناقصه، اجراء مناقصه أي اجراءات دفتر الشروط، ومن بعد يلونسوها وتشارك فيها المقاولين وتدخل ان شاء الله. هذه فيما يخص الكورنيش، هذه هو يفك عزله على بلديه سلمانه وعلى القاهره وعلى المواطنين تاعو. مثلا دروك اي مواطن جاي من سلمانه ولا من القاهره ما عندوش باهي يفوت على سعيفي، يقعد جاي لوسط المدينه من الجسر تاع سعيفي يدور يمين للجسر تاع نواوره، يلقى روحو المسافه تاع 2.5 كيلومتر. هذه خلاص العمليه تاع جات في هذا اليومين،